قدمه طويلا زاوية طنجاوية ثانية في المباراة. هدف الأول لفريق اتحاد طنجة، هدف يأتي مبكرا. والمسجل هو اللاعب يوسف كوراتي السنغالي 25 سنة. تهاوى محمد يوسف حتى الراسية لم تكن بقوة اللازمة وليستيريا في مدرجات اتحاد طنجة الذين حلوا بأعداد محترمة لمؤازرة الفريق. هدف مبكر، هدف مبكر يقلب الطاولة على فريق الدفاع الحسين الجديدي. يطير فرحا يوسف كوناتي، هذا مدافع مدافع الصلب شاهدته في أكثر من مقابلة، صعب تجرب حدو. هذه المرة كانت ثابتة، الراسية لم تكن قوية حتى الراسية الأولى. نشاهد هنا الزاوية المدن، هنا الراسية، الحارس تدخل انفلتت كرة بين يديه. السنغالي يوسف كوناتي حرا طريقا في الوقت اللي كانت الراسيه لابراهيم البزغوني، واحد من اكبر لاعبين في الدوري الاحترافي لكره القدم، تجاوز 35 سنه وباقي العطاء يعطي بهذا اللغه، باقي العطاء يعطي. كره القدم لا تقاس بالسن، كره القدم. زاويه خامسه للدفاع الحسن الجديدي، ايفاسو جوناثان ورا كل كرات راسيه. مروان الهدوني ارتقى فوق الجميع، ركز رأسية رفيعة المستوى بالرغم من متابعة حارس هشام المشهد. كرة ترتا تعطي الحل، يتنفس المناصرون، يتنفس المناصرون. مروان الهدوني ارتقى بخيلة ويعني بطريقة رائعة جدا، ارتقى فوق الجميع، ركز كرة أرسل رأسية تقريبا من نقطة الجزاء، تقريبا من نقطة الجزاء بالفعل بالرغم من متابعة حارس. وهذا جوناثان إيفاسو صاحب هذه التمريرة الرائعة، وهذا الارتقاء الأروع الجديدة تعود اللي تعيد المباراة لنقطة البداية. 1-1 في نزال مثير حتى الآن بين الطرفين. المشهد ليمن، كرة في طريقها لرمية الشرط الجديدة تتنفس الصعاد.